إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد كان العالم يعيش في ظلمات الشرك والظلم والجهل والفساد، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صلحت الأرض من بعد فسادها، واجتمعت القلوب من بعد شتاتها، وصدق الله إذ قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الله هذه الأرض، أصلحها الله بالتوحيد، أصلحها الله بالأخلاق الحميدة، أصلحها الله بالعبادات السديدة. ولهذا نهى الله تعالى المسلمين، بل نهى أهل الأرض كلهم، نهاهم سبحانه وتعالى عن أن يفسدوا في الأرض، لأن الأرض قد صلحت بهذا القرآن والسنة. فلا ينبغي للناس أن يعثوا في الأرض فسادا. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، ولا يصلح عمل المفسدين، وحذرنا سبحانه وتعالى من الفساد في الأرض بجميع أنواعه، سواء كان هذا الفساد في المعتقد، أو كان فسادا في الفكر، أو كان فسادا في الأخلاق والسلوك، أو كان فسادا في المعاملة، أو غير ذلك من أنواع الفساد في جميع شؤون الحياة. ولا شك أن أعظم أنواع الفساد هو الإفساد في الأرض بالإشراك بالله وعبادة من سواه، هذا هو أعظم أنواع الفساد، أن يدعو الإنسان إلى عبادة من سوى الله، أن يدعو إلى إحياء الوثنية الجاهلية، سواء كانت وثنية بدوية أو وثنية مدنية معاصرة. فكل من يدعو غير الله تعالى فقد دعا إلى الشرك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بها بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، جاء بالتوحيد، حارب الشرك بجميع أنواعه، حتى الشرك الخفي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة ليست دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي دعوة الأنبياء كلهم من لدن نوح عليه السلام إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بدعوة التوحيد، توحيد الله تعالى في العبادة. كل الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة، فمن خالف دعوتهم ودعا الناس إلى الإشراك بالله بأي نوع من أنواع الشرك فإنه يدعو إلى الفساد في الأرض، وهذا هو أعظم أنواع الفساد. كذلك من أنواع الفساد الفساد في المعتقد،
أن ينشر بين الناس معتقدات باطلة، وهذا ما يقع في كل زمان مع الأسف، خصوصا في زماننا هذا مع تيسر وسائل الإعلام ووسائل الاتصال ومع إخراج الكتب التي أكل عليها الدهر وشرب، كتب الشيعة وكتب الخوارج وكتب المعتزلة والجهمية، هذه الطوائف التي انقرضت وقضى عليها علماؤنا وبينوا ضلال أصحابها وانحرافهم عن الإسلام. هذه الكتب استخرجها المستشرقون وترجموها إلى لغاتهم وعربوها ونشروها اليوم بين المسلمين، يدعون المسلمين إلى هذه المعتقدات الباطلة التي أبطلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، وأبطلها أئمتنا كالإمام أحمد والإمام مالك، أبطلوا هذه العقائد الفاسدة. الآن تنشر من قبرها مرة أخرى على أنها هي الإسلام، وهي تتنافى مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعو الناس إلى هذه المعتقدات الباطلة الفاسدة إنما ينشر الفساد في الأرض، يريد أن يفسد في الأرض بعد إصلاحها. وقد انتشرت هذه المقالات الفاسدة حتى قيض الله لها من علماء هذا العصر من بين فسادها، كما فعل ذلك جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بيّنوا فساد تلك الأفكار وتلك العقائد الباطلة وحاربوها وحاربوا البدع وفضحوا أصحابها على الملأ، وبيّنوا الإسلام الصحيح وألفوا في ذلك الكتب وألقوا في ذلك الدروس والمحاضرات، وبيّنوا للناس الإسلام الصحيح حتى سار الناس على طريقهم وعلى المنهج الصحيح. ثم في وقتنا هذا أعاد بعض الناس، أرادوا أن يعيدوا بعث وإحياء هذه العقائد الضالة، وهذا كله من الفساد في الأرض. من الفساد في الأرض أيضا الفساد الفكري وما ينشره بعض الناس من الطعن في القرآن والسنة والطعن في علماء الأمة والطعن في الإسلام عموما، والدعوة إلى معاداة الإسلام ومعاداة أهل الإسلام، وذلك بنشر أفكارهم الملحدة بين أبناء المسلمين. كذلك أفسدوا في الأرض في باب الأخلاق والسلوك، واستطاعوا أن يصلوا إلى عقر دارنا، بل وصلوا إلى كل بيت من بيوتنا بقنواتهم الفضائية وبمواقعهم الفاجرة، وصلوا إلى بيوتنا، وصلوا إلى بيتك وإلى غرفتك وإلى غرفة أولادك ليفسدوا أخلاقهم وسلوكهم، ونحن في غفلة. هذا من الفساد في الأرض، وينبغي للمسلم أن يتصدى لهذا الفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأبناؤنا اليوم مع الأسف بدأت أخلاقهم تنحرف عن الجادة، لأن الآباء لا يراقبون أبناءهم. لابد أن تراقب ما يراه ولدك، ما يسمعه ولدك، سواء في عن طريق القنوات الفضائية أو عن طريق تلك المواقع. وبعض الناس ربما يفتخر يقول بأن ابني لا يخرج إلى الشارع، ابني جالس في البيت من الصباح إلى المساء، ولده عاقل ما يخرج من البيت، لا يتشاجر مع الناس ولا يتكلم في الناس. لكن ماذا يفعل داخل الغرفة؟ ابنك ماذا يفعل في الغرفة؟ ابنتك ماذا تفعل في الغرفة؟ إذا كان عنده الانترنت داخل البيت داخل الغرفة، وتقول لي ابني لا يخرج للشارع ولا يسمع الكلام الفاسد، هو يسمع ما هو أعظم من ذلك في هذا الجهاز، ويرى ما هو أعظم من ذلك في هذا الجهاز دون رقيب ولا حسيب. استطاعوا أن يفسدوا في الأرض، وأن يفسدوا في أخلاقنا وسلوكنا، وأن يدمروا آدابنا الإسلامية عن طريق هذه الوسائل، ولا بد أن نتصدى لها، ولا بد أن نراقب ما يحدث في بيوتنا حتى نعرف إن كنا على دين الإسلام أم أننا انحرفنا عن أخلاقه. فينبغي على المسلم أن يربي أبناءه على هذا الدين وعلى الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الشيطان قد يلعب بعقولهم
من الذي يوجههم؟ أنت من توجه، سواء كان هذا ولدك أو ولد ولدك أو أخوك أو نفسك. لابد أن نوجه أنفسنا أولا، ثم أن نوجه من يقربون لنا، ثم إلى جيراننا وأصحابنا، وأن نحذرهم من هذا الفساد الذي ينتشر عبر هذه المواقع وعبر هذه القنوات. كذلك من الفساد الفساد في المعاملات، وبعض الناس يروج لهذا الفساد، يروج للربا، يروج للغش وللرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا كله من الفساد في الأرض الذي يشيع هذه المعاملات بين الناس ويدعو إليها، إنما يدعو إلى الفساد في الأرض بعد أن أصلحها الله بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفساد في الأرض ما يروج له بعض الناس من إحلال الإشاعات والأراجيف التي يقصد من ورائها شحن القلوب بالبغضاء والعداوة بين أفراد المجتمع، فيصير المسلم يحقد على أخيه المسلم، والجار يحقد على جاره، والمسلم في المشرق يحقد على أخيه في المغرب، حتى يقع التفرق داخل المجتمع، لأن هؤلاء الذين يثيرون هذه الفتن وهذه الإشاعات بيننا عندهم هدف واحد، وهو أن يروا تفككا في مجتمعنا، أن يروا في مجتمعنا بعدا عن الهدى ودين الحق، ولا يتهمهم النتائج. ولذلك يجب على المسلم، هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، واجب على كل مسلم أن يسعى في جمع القلوب وتوحيد صف المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أن يحاول المسلم أن يتقارب مع أخيه المسلم ما استطاع. فإذا كانت أسباب الفرقة قليلة لا ينبغي أن نوسع دائرتها. إذا اختلفت مع أخيك المسلم في مسألة فأنت توافقه في ألف مسألة، فلا ينبغي أن توسع الفجوة، فهناك من ينتفع بهذا الخلاف، هناك من ينتفع بهذه البغضاء والعداوة التي بيننا. أعداء الإسلام اليوم، هذه الأمة لها أعداء منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأعداؤها يتكاثرون إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. الأمة لها أعداء، عندنا أعداء، لا تظنوا بأنهم يحبوننا، والله هم أعداؤنا، حتى ولو تظاهروا بالمودة، حتى لو تظاهروا فإنها كذب، يضحكون على عقولنا، يريدون أن يضحكوا على عقولنا. هؤلاء الذين كانوا يعادون أنبياء الله بالأمس ويعادون دعوة الإسلام هم أعداؤهم الذين يعادوننا اليوم. غرضهم هو إثارة الفوضى في بلاد الإسلام، وإذا وجدوا أي حدث يقع في بلاد الإسلام يستغلون هذا الحدث ليوظفوه في سبيل ضرب المسلمين بعضهم ببعض، ويروجون ذلك في قنواتهم الفاسدة، هذه القنوات التي لا يقصد أصحابها من الترويج فيها، لا يقصدون بذلك الإصلاح، ليس هدفهم التوجيه، ليس هدفهم النصيحة، وإنما هدفهم شحن القلوب بالعداوة والبغضاء بين أفراد الأمة الواحدة. يريدون أن يثيروا الفتنة بين المسلمين وأن يفرقوا بينهم حتى تنتشر العداوة بين أفراد الأمة الواحدة. وينبغي للمسلم أن لا يكون إمعة، لا ينبغي للمسلم أن يصدق كل ما يقال وكل ما يسمع وكل ما ينشر في هذه القنوات. المسلم عنده عقل، عنده مبادئ، عنده شرع يحتكم إليه. إذا سمعت حدثا من الأحداث تعامل مع هذا الحدث بالأصول الشرعية، بالضوابط الشرعية، وتعامل معه بالحلم والأنات
والتثبت في النقل، ليس هكذا. خشية الوقوع في الفتنة، لأن الفتنة لا خير فيها. الفتنة لا تأتي إلا بالشر، ولذلك ينبغي على المسلم أن يتمسك بدين الله عز وجل، وأن يحذر من هؤلاء المفسدين الذين يريدون تدمير هذه الأمة. وانظروا إلى بلاد الكفر على اختلافها وكثرتها، لا تجد فيها عشر ما تجده في بلاد المسلمين من الفتن. بلاد المسلمين كلها فتن اليوم، كلها قتال وحروب وعداوات وبغضاء، وهم يتفرجون علينا، يشعلون نار حرب بيننا ثم يضحكون علينا وينظرون إلينا على أننا لا عقل لنا، هكذا ينظرون إلينا. طبعا وهذا الخطأ خطأنا، لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. يجمعنا دين الإسلام، كلمة التوحيد هي التي تجمع بيننا. هذه الكلمة تذوب عندها كل الروابط، تذوب عندها رابطة اللغة، تذوب عندها رابطة اللون، تذوب عندها رابطة الأصل والقبيلة. هؤلاء هذه الروابط كلها روابط لا معنى لها إذا لم تكن مصدرها من كلمة التوحيد. فالله سبحانه وتعالى ربط بيننا بهذه الرابطة، رابطة لا إله إلا الله، ليس عندنا رابطة أخرى. أما اللون والأصل والبلد واللغة اللسان، هذه كلها أمور ثانوية لا قيمة لها. أهم شيء هو شيء واحد، هو التوحيد، هو الإسلام. المسلم في المشرق والمسلم في المغرب، هذا أخو هذا، دينهم واحد، فلا ينبغي أن نتفرق. قد نختلف في أمور معينة، والاختلاف ليس عيبا، نختلف لاختلاف أفكارنا وعقولنا واتجاهاتنا، قد نختلف، لكن إذا كان هذا الاختلاف يؤدي إلى التنافر والتقاطع والتدابر، هذا هو العيب. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، لكنهم كانوا إخوة، كانوا يدا واحدة. سلفنا رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل ويتناظرون بشدة في بعض المسائل حتى في الأمور العلمية، لكنهم إذا انتهت المناظرة أخذ أحدهم بيد أخيه وانصرفوا إلى البيت وكأن شيئا لم يحدث. فهذا الخلاف ليس عيبا، وإنما العيب هو أن يعادي المسلم أخاه المسلم من أجل خلاف بسيط، وهذا ما يخدم أعداءنا ولا يخدم أمتنا. هذا يفتح الباب لأهل الشر والفساد أن يسعوا بفسادهم في بلاد المسلمين وفي المجتمع المسلم. فينبغي للمسلم أن يرجع دائما إلى الضوابط الشرعية، وأن يتعامل مع الأحداث بالحلم والترفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الأمة الإسلامية تئن تحت وطأة الفتن، وإن هذه الفتن عباد الله لا تأتي لتهدي الناس، الفتنة لا تأتي لتهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ من الفتن، يتعوذ بالله من الفتن، وأمرنا أن نتعوذ بالله من الفتن. ولو رجعتم إلى كتب السنة ستجدون أحاديث الفتن، ولا يخلو كتاب من كتب السنة إلا وفيه باب في الفتن، بدءا بموطأ مالك
إلى آخر كتاب من كتب السنة كلها عقد فيها العلماء بابا من أبواب الفتن، وأوردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الفتن. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن في المستقبل، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ستكون فتن كما جاء في حديث آخر كقطع الليل المظلم، فتنة تلو أخرى، حتى يقول المسلم والمؤمن يقول هذه مهلكتي، ثم تمر ثم تأتي فتنة أخرى فيقول هذه مهلكتي، وهذا من كثرة الفتن في آخر الزمان. هذه الفتن ينبغي للمسلم أن يحذر من وقوعها، لأن الفتنة إن وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فنحن لا نريد وقوعها لأننا سنعجز عن دفعها فيما بعد. ولهذا فإن الواجب على المسلم وعلى المسلم العاقل أن يسعى إلى منع وقوع الفتن، لأن الفتنة في أولها تعجبك، جميلة، هكذا هي الفتن وهكذا هي الخلافات، لكنك لو نظرت في آخرها وفي مآلها سترى شدة قبحها. ولذلك ينبغي على المسلم أن يقوم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسداء النصح لكل مسلم حتى لا نقع في الفتن، لأن من أعظم أسباب الوقوع في الفتن هو ترك وتقصير في أداء هذه الشعيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. فالمسلم ينصح أخاه المسلم إذا رآه على خطأ، إذا رآه سيرتكب مفسدة ما يفسد به الأرض في الأرض، ينصحه يوجهه، وهذا حق أخيك عليك أن تسدي له النصيحة، أن تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر بالمراتب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نأخذ الدروس والعبر، والأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل قد مرت بفتن عظيمة، ومن قرأ كتب التاريخ أدرك ذلك، مرت بفتن عظيمة، لكننا مع الأسف لا نأخذ العبرة. تصيبنا الفتنة ثم بعد سنوات تتكرر الفتنة ولا نأخذ العبرة. وقد أنكر الله تعالى على المنافقين عدم اعتبارهم بالفتن، فقال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. المؤمن يتوب ويتذكر، إذا صابته فتنة يرجع إلى الله ينتبه. فهذه الفتنة توقظ العقل النائم، إذا وقعت فتنة لا بد أن نأخذ منها الدرس، لابد أن نأخذ الدروس من الفتن الماضية التي سبقتنا، لأن الفتنة لا تأتي بخير. ولابد أن نتعامل، أن يتعامل المسلم قبل حلول الفتنة، قبل حلولها أن يتعامل معها وأن يدرأها ما استطاع، أن يتعامل معها بالحلم وأن يستفيق مباشرة بعد المصيبة. وهذا هو ما جاء في حديث المستورد القرشي رضي الله عنه في صحيح مسلم. يقول المستورد القرشي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يعني أن الروم هذا الجماعة، هذا الجنس من البشر سيبقى إلى قيام الساعة وسيكونون أكثر الناس، ربما هناك أجناس أخرى تنقرض أو تبقى منها قلة قليلة إلا الروم. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه:
قال لهذا الصحابي المستورد، قال له أبصر ما تقول، يعني انتبه لما تقول. فقال المستورد ما أقول إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه أما وقد قلت ذلك فإن فيهم خصالا أربعا، يعني الروم فيهم أربعة خصال، هي هذه الخصال هي التي أدت إلى بقائهم إلى آخر الزمان وإلى بقاء كثرتهم أيضا. ما هي هذه الخصال؟ قال أولهم أنهم أحلم الناس عند فتنة، هذه الصفة الأولى، أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم استفاقة بعد مصيبة، مجرد أن تصيبهم المصيبة يستفيق، ينتبه لغفلتهم، وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني إذا في القتال بمجرد أن يفروا يكروا على العدو مرة أخرى. والرابعة قال وهم خير لمسكين ويتيم وضعيف، وزاد خامسة أنهم أمنعهم من ظلم الملوك. انظر إلى الخصلة الأولى التي ذكرها عمرو بن العاص، قال إنهم أحلم الناس عند فتنة. عمرو بن العاص لم يقل هذا الكلام من باب الثناء والمدح على الروم، هو لم يمدحهم، لم يقل هذا ثناء عليهم، لا، وإنما قاله ليبين للمسلمين أن سبب بقاء الروم إلى آخر الزمان وسبب كثرتهم هو هذه الأوصاف، كأنه يقول للمسلمين اتصفوا بهذه الأوصاف لأنها من ديننا من أخلاقنا، لو اتصفنا بها فإن هذه الأمة ستبقى وتبقى مع كثرتها إلى آخر الزمان. فسبب دوام هذه الأمة وبقائها وبقاء عزها أن تتمسك بأخلاق الإسلام، وأن تحذر من هؤلاء المفسدين الذين يريدون أن يثيروا الفتنة في بلاد الإسلام. المسلم ينبغي إذا أصابته فتنة أن يرجع إلى الله، أن يرجع إلى ربه، لأنه ما من مصيبة تصيبك إلا وهي بسبب ذنوبك ومعاصيك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمصائب التي تصيب الأمة إنما هي بسبب ذنوبها وخطاياها، فينبغي على المسلم أن يدرك هذا. الذنب ذنبك، لو أنك تعاملت مع الله تعالى كما يحب الله عز وجل وكما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لا يظلمك. بسبب ذنوبك تسلطت عليك بعض الآفات، حتى تدفعها لابد من التوبة والرجوع إلى الله تعالى، لا بالفساد في الأرض، لأنك إذا أفسدت في الأرض فأنت تزيد إثما على إثمك وستتحمل ذلك يوم القيامة. فينبغي علينا عباد الله أن نحذر من كل وسيلة من وسائل الفساد، سواء كانت وسيلة فساد في المعتقد والفكر أو في الأخلاق والسلوك أو في المعاملات التي تجري بيننا من بيع وشراء ونحو ذلك، لابد أن نحذر من هذه الأراجيف التي تنشر بين الناس، هذه الأخبار التي تنقل وهذه التحاليل التي يصدرها كافر أو فاسق أو ملحد، لا ينبغي تصديقها وأخذها هكذا كأنها قرآن، لا، ينبغي أن نتعامل مع الأحداث بالضوابط الشرعية، بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما بينه أهل العلم بناء واستنادا إلى ما جاء في القرآن والسنة. هذا ما ينبغي علينا أن نسير فيه عند حلول المصائب، وأن نستشير أهل العلم، وأن نستشير أهل الرأي والفضل، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.